And before I became a Muslim, my life was just like any other person who grew up in the West. But after the Islam, that is really that has changed my life and made me understand the reason why I was on this planet. اللهم ثبتهم على الإيمان وارزقهم أعلى الجنان كما رزقتهم هداية القرآن. بالقرآن اهتديت. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوح لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والطلوح لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع قلبي سنا. My name is Abdullah. My kunya is Abu Bakr. I'm original from the Netherlands and I'm 35 years old and currently I'm living in London. بدأ أبو بكر في التعرف عن الإسلام من خلال المرحلة المتوسطة في هولندا، حيث كانوا هناك يتعرفون على الديانات الكبرى الخمس: اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والإسلامية. ومن هنا بدأ أبو بكر في قراءته عن الإسلام. At the moment I'm a teacher assistant where I work with children who have autism and also in the weekends I teach children the basic of the religion and the Arabic language. ما هي الديانة التي كنت تعتنقها قبل الإسلام؟ كنت على دين نصرانيا بخاص كاثوليك. ولكن من فضل الله تعالى وعوني كنت دائما موحدا، أي بمعنى أن يعني إذا كان لدي حاجة ما كنت يعتبر عيسى ولكن قلت يعني يا الله يعني بلغتي. كذلك بالنسبة ليقول يعني النصرانيون يعتقدون أن الثلاثة يعني إله يكون واحد ويكون عيسى ابن الله. وبالنسبة لي كان أعتقد أن الابن يعني ليس على حقيقي. نقول يعني ابن يعني كلنا أولاد الله بما من محلوكات الله. هذا كان اعتقاد في النصرانية، وأنا غضبت كثير بعد الإسلام. أنا ناس يقول الأقص، ولكن وجدت النصرانيين يقولون هذا الكلام، ولكن ما كان في اعتقادي. كيف لم يكن في اعتقادك؟ لا أدري أنا هل يعني هي من الله؟ أنا درست هكذا وفهمت هكذا. أن نحن أولاد بما محلوكات فقط وليس على حقيقة. And before I became a Muslim, my life was just like any other person who grew up in the West, just doing what everybody does. Didn't really had a purpose in life. But after the Islam, that is really that has changed my life and made me understand the reason why I was on this planet. عبد الله الهولندي أو كما كنا نفسه بأبي بكر سمع آية واحدة عن كيفية نزول المطر فانشرح صدره لكتاب الله ولم يتجاوز 13 من عمره. نحن زرنا مسجد في هذا الوقت ودخلت المسجد مع المدرسة وشعرت شيئا يعني ما استطيع أقولها بألفات. شعرت شيئا في صدري، يعني شعرت الاستراحة، النور، يعني استراحة القلب، وشرحت بالنور والذي تعثر علي كثير وما نسيت هذا يعني هذا منذ هذا الوقت. ومن هذا جاء الأول مع أنك كنت صغير سن، سبحان الله. أيوة كنت 13 سنة ولكن هذا يعني تكون في بداية معرفتي بالإسلام. Basically when I was at school a lot of my friends were from Turkish background and I had a lot of discussions about them. They explained to me that the Quran was complete, didn't change, wasn't altered, didn't have any contradictions. Also, we had a lot of discussion about why Christianity wouldn't be the right religion. Same thing for Hinduism, Buddhism, and Judaism.
also they show me ayats, verses of the Quran that has to do with science and explaining some scientific facts. ما هي هذه الآيات؟ وهل هي أثرت عليك؟ مي آيات في سورة الروم يعني آيات أثر فيه يعني يتكلم على نزول المطر وطريقة كيف الله سبحانه وتعالى ينزل المطر أنه جاء من السحاب وهذا كان موافق كلام العلماء العصر بالنسبة للساينس يعني وهذا تعثر فيه يعني. سبحان الله بين العلماء أن للسحب نوعان النوع الأول هي السحب البساطية والنوع الثاني هي السحب الركامية الله سبحانه وتعالى في سورة الروم يقول الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله الله سبحانه وتعالى يقول فيبسطه أي السحب البساطية فيقول الله سبحانه وتعالى ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله أي لا تنزل هذه السحب البساطية إلا المطر ولا تنزل الثلج أما النوع الآخر الله سبحانه وتعالى يبين عن السحب الركامية في سورة النور يقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله ثم يقول الله سبحانه وتعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيبين أن السحب الركامية تنزل المطر وتنزل الثلج أي البرد سبحان الله صنع الله الذي أتقن كل شيء قرآني آياته كم أسعدت وجداني أحزاني ذبلت وفاح الزهر في شطآني رتلته فإذا الحروف بعطرها ملأت دمي وما دامعي وكياني وأنا تعجبت أن هذه معلومات في القرآن يعني أقول كيف نعرف يعني هذه أمور يعني وأمور أخرى كذلك في القرآن يعني بالنسبة معلومات يعني أنا فكرت كيف كان هذا يوجد في القرآن ويعني قبل 1400 سنة يعني رجل في صحراء ما يستطيع أن يقرأ ويعرف هذه الأمور أنا مش يعني أنا ما يوحى إليه هذا يعني لابد جاء هذا من الله سبحانه وتعالى لا يمكن أحد كان يعرف هذه الأمور قبل 1400 سنة وهذا أشياء عندنا يعني ممكن في آخر 100 سنة نحن نعرف هذه الأمور. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أنا درست في مدرسة متوسطة نحن درسنا كيف يعني المطر يبدأ في السماء. نعم. وذلك وافق هذا مع هذا سبحان الله. ولا تعجب أنا تعجبت في هذا الوقت. سبحان الله كيف جاءت الهداية. I would advise everybody who's not a Muslim to look for the truth and to search for the truth and to have a look at the Quran and look if the Quran is really the book of God and if Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his last messenger. Don't start looking if you like it or not, if you agree with it or not, because that's not the point. The only question you need to ask yourself is the Quran, is that the book of God and is it been and is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam the last messenger? If that answer is yes, then you have to accept what's in the book, and that's where you need to look for and be sincere in that, in looking for the answer of that question. شموع ويفيض في قلبي
بالقرآن برحمه تحلو الحياة أسلمت روحي للإله القرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقاً إلى المولى أتيت. Because we had those discussions over a period of approximately 2 years that had a big effect on me in looking for the Islam and to come to the conclusion that Islam is the right religion. بعد هذا التأثر حصلت قصة غريبة لأبي بكر وهو خارج من منزله إلى المدرسة. وأنا يوم من الأيام خرجت من البيت على دراجتي التي تكون عادة في هولندا نحن نمشي على دراجة. وجاء لي يعني خرجت من البيت على دراجتي وكنت خائف أن أموت. وحقيقة يعني لا يكون سببا لخوف. يعني الشارع كان فاضي. يعني ما في أحد. وكنت خائف. وأنا فقهت يعني فقهت فيه. يعني ماذا أنا خائف؟ قلت أنا غير متأكد عن الدين النصرانية الصحيحة. أقول لماذا أنا غير متأكد؟ يعني كلهم جاء يعني في دحني وهذا يعني كلام كثير وهذا جاء ممكن في دقيقة واحدة كل شيء. الله أكبر. وأقول لماذا أنا يعني غير متأكد؟ ووجدت أنا خائف إذا ما أسلم سأكون يعني من أهل النار. وبعد ذلك عرفت إن أنا خائف أن أكون من أهل النار هذا يدل أنني عارف أن دين الإسلام الحق. إذا ما عرفت أنه حق ما كنت خائفا. وفي هذا اليوم وكان هذا في يعني سادس من شهر أبريل. سبحان الله في نفس هذا اليوم بعد خروج أبو بكر من المدرسة اتجه إلى صاحبه التركي ليخبره أنه الآن سوف ينطق بالشهادة. في مساء ذهبت إلى زميلي وقلت له أريد أن أسلم. نعم. وهو قال لي الشهادة وأنا قلت الشهادة بعده بعربية. شعورك بعد ما قلتها بعد ما نطقت بهذه مثل أن يعني ولدت جديدا كل شيء يعني حذف مني. نعم. يعني كل سيئات وكل شيء مثل أني يعني رجل جديد. وهذا يعني لأن ليست عمر أن أكون مسلم الآن العمر يكون أنا سأموت وأنا مسلم إن شاء الله. آمين تعالى. آمين آمين. ونحن آمين. ما نعرف نهايتنا. كم عشت والتفريط عادة ما ذقت في الدنيا سعادة حتى اهتديت إلى العبادة يا راحتي لما اهتديت سبحان من بسطت لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري عليه يا ربي فاغفر ما عصاني. ماذا يمثل لك القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى الذي كان سبباً رئيسياً في دخولك الإسلام وما قيمة هذا القرآن في قلبك أخي في الله؟ القرآن يعني هدى لكل الناس وهو حياتنا كامل في أوله من آخره. ولا القرآن تكون حجة لك أو حجة عليك يوم القيامة. أنا نسأل الله يعني أن تكون حجة لنا. آمين. يعني وهذا أكبر مشكلة. إذا المسلم يبتعد عن القرآن بالنسبة لقراءة وتذكيرا وعمليا يعني هو يكون في ضلال. After I became Muslim, I didn't tell my parents straight away. After I became a bit more serious with religion, more practicing, that's when I started to tell them. So they actually could see that religion has changed me. And alhamdulillah, she accepted I was Muslim. They didn't have any problems till today, and neither with my friends, alhamdulillah. قرأت القرآن بشكل أكبر, أكبر من قبل الإسلام. ما هي الآيات التي تأثرت بها؟ الآيات كثيرة, ولكن من آيات مثل تنظر في شبط العنكبوت
الثلاث آيات الأولى. نعم. اللي يتكلم الله سبحانه وتعالى أنه يعني يمتحن الإنسان حتى يميز الصادقين من غير الصادقين. يعني عندي عطر كثير. يقول الله سبحانه وتعالى في بداية سورة العنكبوت: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في بداية هذه السورة يوجه الخطاب إلى المؤمنين فيقول أنهم سوف يفتنون، وفي نهاية هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تريد أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على الإيمان، وأن تبقى على الإيمان أن تجاهد نفسك وأن تصبر وأن تعمل كما بيّن الله سبحانه وتعالى جهاد النفس، فسوف يهديك الله سبحانه وتعالى إلى طريق الهدى وطريق الإيمان. الله سبحانه وتعالى جعل هذا حياة امتحانا حتى يعني يميز بين من يكون صادق بالنسبة لدينه ومن لا يكون صادق. One of the ayahs that really affected me a lot after I became Muslim is the ayah in Surah Al-Baqarah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. It's basically a saying that the one who is an enemy of Allah and his angels and his messengers and Jibreel and Mikael, then Allah is an enemy for the kafirin. And this has a big impact on me in the fact of that it shows that Allah will help the believers, and it shows us that he stand by for them and he helps them. And if he try to wage war against those people that he loves, then he will start make war against you. And I found it a very powerful ayah, explaining the power of Allah subhanahu wa ta'ala and also the importance of the messengers and the angels and the high status and positions that they have. Subhanallah. تشعر أن قراءته للقرآن مختلفة. هذه الآية في سورة البقرة قد لا نشعر بها بهذا الشعور، لماذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته. تعالوا نتدبر هذه الآية. آيات تحب أن تقرأها، نسمعها بقراءتك. أنا بس أقرأ سورة واحدة التي عجبني منذ إسلامي، وأحب هذه السورة لأنه هو ثلث من القرآن. نعم. وهذا سورة إخلاص، ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه بنفخه بنفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسورة يعني صغيرة لكن معانيها كثيرة. نعم. وأنا أحب هذه السورة منذ أسلمت. And it is a surah also that has been read in the morning and in the evening together, and before you go to sleep, together with Ikhlas, Falak and Nas, that will protect you from the shayateen. And there's a lot of excellence and virtues in this surah, and there's too many to mention them up here. So it's a very beautiful surah. تلاحظون معي أن عبد الله أبو بكر يتكلم اللغة العربية ما شاء الله تبارك الرحمن بطلاقة، والسبب أنه تعلم اللغة العربية في مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنعم الله علي يعني أن أتعلم اللغة العربية بمدينة النبوية، يعني الحمد لله تعالى في معهد تعليم اللغة العربية لغير ناطقين فيها. أي سنة هذا كان؟ هذا كان في السنة 2001. نعم. يعني كنت درست هناك يعني في مدينة النبوية جامعة إسلامية ولله الحمد. أنت درست هناك في الجامعة لمدة 4 سنوات؟ أنا درست العربية وبعد ذلك دخلت كلية الشريعة ولله الحمد. تخرجت منها؟ كان شيء بعد أمور شخصية، من سبب ما استطعت أن أكملها. نعم. يعني وبس أنا أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يفتح لي طريقا أن يرجع وأكمل دراستي. بإذن الله، بإذن الله عز وجل، بإذن الله. كيف وجدت مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة يعني أنا رجلا الذي خرج من بلده الذي ولد فيه وما يستطيع أن يرجع فيه. الذي أنا أشعر الآن بالنسبة للمدينة يعني هو أشعر أن هذا أصل بلدي الذي ولدت فيه. الله أكبر. وأنا أحب المدينة ومدينة في قلبي وبركة في المدينة، وأنا بس يعني أسأل الله العظيم قبل أشهر العظيم أن يسعدني يعني طريقا برجوع
Yes, كان في مدينة. نور الهداية زار صدري هو مبتدا أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطاها مشي. أمنيتي حقيقة يعني تكون الرجوع إلى المدينة حتى أستطيع أكمل دراستي وأكون هناك مع أهلي حتى أهل تستطيع أن تتعلم العربية كذلك، وهذا أكبر أمنيتي اللي عندي حتى يعني أستطيع أن أفيد إخواننا في أوروبا أكثر من الآن، يعني هذا أكبر غربة عندي يعني ولله الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا نحن وإخوانك في موقع نون بأن نحقق لك هذه الأمنية وترجع إلى مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتنتهي من الدراسة، ثم يكون لك أثرا كبيرا هنا في الغرب لكي يتعلموا الإسلام على منهج كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لك، بارك الله فيك وشرفنا تعرف عليك إن شاء الله. أسير بدار بالقرآن فيشرق صبح الحاني، أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني. أسير بدار بالقرآن ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي. ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت، وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت، مع القرآن اهتديت. فيشرق صبح والحاني، أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني. أسير بدرب القرآن.